الحمد لله الحي القيوم الذي يحول الأحوال ولا يتحول ولا يزول، لا يزول ملكه ولا تزول عظمته ولا يزول سلطانه ولا تزول قدرته ولا تزول صفاته سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، آمنا به وسألناه أن يحول أحوالنا والأمة إلى أحسن الأحوال ويدفع عنا جميع البلايا والآفات والأهوال ويكون لنا بما هو أهله في الدنيا ودار المآل. فإنه بسط للعقول بساط النظر لتنظر بدايتها وتعمل في أيام تكليفها لنهايتها، وتنظر أنها بين تلك البداية والنهاية في فرصة متاحة لأن تحوز سعادة الأبد أو أن تقع في شقاء الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فاجعلنا اللهم منهم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. والمستقبل الأكبر الذي ينتظر الجميع، ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فما نتيجة هذا الاستمتاع بذلك بتلك الشهوات الحقيرة وتلك اللذائذ السريعة الانقضاء المنتهية بذلك الغرور الذي خدعوا به؟ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، خطاب من الرب لنا وللجن أجمعين معنا. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بل شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ينطلقون في أنواع الأعمال بكثير من التصورات وكثير من الادعاءات وكثير من الأفكار المختلفات. قال انطلقوا واعملوا، قل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. تجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وما حتى يبعث فيها الرسل وينزل عليهم الكتب ويبين للناس ما نزل إليهم جل جلاله وتعالى في علاه. ففوز الملبين لنداء الله، فوز الملبين لداع الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. أنت على كل شيء قدير، وإنا يا مولانا نستهديك فاهدنا وارزقنا حسن المصير، ونقي قلوبنا عن الشوائب وارزقنا إجابة الداعي إليك والدال عليك المنادي الكريم عبدك المصطفى محمد. إلهنا ما آتيت قلوب الحاضرين والسامعين من إجابة لمناديك وداعيك والدال عليك، فثبتهم وزدهم وانظر إليهم ورق كل منهم في مراتب هذه التلبية وهذا النداء. يا عالم ما خفي وما بدا، يا من إليه مرجع الجميع غدا، يا من يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ولا معقب لحكمه. لا إله إلا أنت، آمنا بك فزدنا إيمانا
وهب لنا إيقانا يا الله. وما حصل للقلوب في من حضر ومن يسمع وأهل ديارهم وأهل منازلهم وأهل بلدانهم وعموم الأمة من تقاعس عن تلبية النداء وإجابة المنادي، فنسألك اللهم دواء من عندك وعلاجا من عندك ونظرا من عندك وفضلا من عندك تحول به يا مولانا صدى القلوب وصدها إلى صفائها وإجابتها وتلبيتها يا حي يا قيوم. لا تهلكها بتلبية دواعي النفوس الأمارة ودواعي الشهوات ودواعي شياطين الإنس والجن، وارزقنا تلبية ندائك يا الله وإجابة مناديك وداعيك يا الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وبدعوة بداعي الله وسر دعائه انتشرت الخيور في الأمة إلى المجالات التي أراد الله أن تنتشر، وبآثار دعوة الداعي ونداء المنادي ساق الله ما يسوق من القلوب إلى مثل هذه البلدة المباركة. من الذي تولى الدعاية لها؟ من الذي تولى البلاغ عنها؟ إن حركة الناس على ظهر الأرض أحدثت أشياء تلفت الأنظار وتنافس أهلها فيها ليجلبوا الناس إليها وإلى السياحة فيها وإلى الوصول إليها بأصناف منوعة من الزخرف ومن بريق المظاهر ومن تيسير الشهوات الحقيرات ومن هنا وهناك، وتنافست فيها دول كثيرة، وربما ورد من ورد وهلك من هلك، ولكن أثر المنادي هذا من قطع عن الأرض. من الذي يحدو القلوب للحضور لمثل هذه المحاضر والمجيء إلى مثل هذا أو التمسك بسر ما كان عليه الأكابر؟ إنه الذي يرعى نبيه، إنه الذي يرعى حبيبه وصفيه، إنه الذي بيد ملكوت كل شيء، إنه الله الذي اقتضت رحمته أن لا يزال في الأمة طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قلت ذاك يا حبيب الله وصدقت، وفيما مضى كان الأمر كما قلت، وفي حاضرنا الأمر كما قلت، ولن يكون بعدنا الأمر إلا كما قلت. وإذا اجتمع الأولون والآخرون قال الكل الأمر ما قلت لا ما قالوهم ولا ما قال شياطينهم ولا ما قال مفكروهم ولا ما قال مثقفوهم ولا ما قال عبقريوهم ولا ما قال صانعوهم ولا ما قال متقدموهم ومتطوروهم. الأقول ما قال الله وقال رسوله، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال صاحب القول الحق عن نبيه وقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا قام الناس كلهم من القبور، أما المؤمنين في استبشار وفرح وسرور، وأما الكافرون والمنافقون فيقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ لماذا لم نبقى في الصعقة هذه بعد النفخة في الصور والعاد رجعنا إلى الحس ولا إلى الحياة؟ من بعثنا من مرقدنا؟ فتناديهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. فلا يوجد على ظهر الأرض قول أصدق من أقوال الأنبياء في الأولين والآخر من جميع الخلائق ومختلف الطوائف ومختلف الأفكار. أصدق القول قول الله، وبعد قول الله أقوال أنبياء ورسله، وسيدهم نبيكم وهاديكم الذي به شرفتم والشرف يتجدد فيكم والفخر يتكاثر فيكم على مدى القرون وعلى ممر العصور. أنتم في دوائر إفاضة جود من العزيز الغفور ببركة بدر البدور محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ما هو السر؟ السر: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. وهل من رافع غير الله؟
وهل يخفي وهل يقدر الخلق كلهم أن يخفضوا من رفعه الله؟ وهل يقدروا أن يرفعوا من خفضه الله؟ ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. يا إلهنا نطرق أبوابك لتنصرنا على أنفسنا وشياطيننا وأهوائنا وعلى الدنيا وعلى جميع القواطع عنك وعلى أعدائك وأعداء نبيك في شرق الأرض وغربها ظاهرهم وباطنهم. فانصرنا يا خير الناصرين. وإذا نصرتنا فلا والله لا تهاب القلوب بعد نصرك أسلحة فتاكة ولا جيوشا جرارة ولا مظاهر متكاثرة في شرق الأرض وغربها بعد قولك إن ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم. وهذا النداء الذي تسمعونه وما يخامر العقول في العالم من الخشية من غير الله أو مظاهر شؤون فساد الحضارة أو فساد التطورات وما إلى ذلك هو ما دار في وقعة أحد يوم أحد. وقال قائل من المشركين أيام شركه وكفره وهي لسان الشرك والكفر في كل زمان يوم بيوم بدر والحرب سجال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم أجيبوا. قال ما نجيب؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وقولوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهكذا كانت آثار ذلك النداء والخطاب. أعلوه بلقل اعلو هبل. واليوم نداء دوار في كثير من العقول عن علو هبل. هبل ابو سفيان وهبل الزمان. هبل الزمان يقول علو هبل. ولكن نداءنا ونداء القلوب المجيبه لحق الله اعلى واجل. الله اعلى واجل. قال ابو سفيان اعلو هبل. قالوا النبي اجيبوه. فاجابوا الله اعلى واجل. فقال إن لنا العزة ولا عزة لكم. عندنا صنم العزة ماشي عندكم. قالوا قال لهم النبي قولوا له الله مولانا ولا مولاه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. طيب والموالاة بينهم البين دي والعلائق القائمة بينهم هذه والتحالفات والما يقومون بإيش. قال الله داري بنهايته. اقرأ الآية بعدها. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. شفت اللي الله مولاهم معهم مولى واللي لا مولى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فمن مولاهم إذن؟ خلصت العلائق، خلصت الروابط، خلصت الاتفاقيات، خلصت المواثيق اللي بينهم العهود واللي يلعن بعضهم بعض يسب بعضهم بعض. لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فلا تتأثروا إذا سلطنا أحدا على أحد واختبرنا أحدا بأحد أو مضى شيء من الاختبار والابتلاء في ظرف من الظروف. قد أهلكنا من هم أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه وحي منزل من الله
ونظام شرعه الذي خلق الخلق وكون الكون وأوجد الوجود وبيده الأمر وإليه مرجع الجميع. أفمن كان على بينة من ربه كمن انقطع عن الله وعن منهجه وعن شريعته كمن زيله سوء عمله، سوء عمله، لكن زين له، صار يمدح السوء ويحب السوء ويحرص على السوء ويتفاخر بالسوء، كمن زيله سوء عمله واتبعوا أهواءهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فرفع الله درجاتكم في تلبية ندائه وفي إجابة مناديه، حتى ندخل مع أولي الألباب ونقول عن سيد الأحباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. حققنا بحقائق الإيمان يا رب. الحاضر ومن يسمع اسق قلبهم كأس الإيمان القوي واليقين التام، اسقي قلوبهم كؤوس الإيمان القوي واليقين التام، اسقي قلوبهم كؤوس الإيمان القوي واليقين التام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سقيه يسقيك فيرفعك ويعليك ويسعدك إلى الأبد ويربطك بالنبي محمد. يا رب اسقي القلوب، يا رب اسقي القلوب غيث الإيمان، سقي اليقين، واسقنا من كاس المحبة وألحقنا بالأحبة يا الله. وقفنا بين يديك وتوجهنا إليك والحال لا يخفى عليك يا الله. تصطفي قلوبا لمعرفتك ومحبتك وقربك، فاجعل منها قلوب المتكلم والسامعين، قلوب جميع الحاضرين ومن يسمعنا أجمعين، يا مجيب دعوة الداعين، يا من يجيب نداء المنادين، يا من قلت في كتابك العظيم المبين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. ومهما استشعرنا قربه فقربه أعظم من كل ما نستشعر، أكبر من كل ما نتصور، أقرب إلينا من حبل الوريد. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ندعوك 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 يا ربنا ندعوك، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا، ارفع رتبة كل واحد منا في حسن التلبية لندائك والإجابة لخاتم أنبيائك. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، لن صرف أحد من الحاضرين والسامعين كما دخل، بل خير مما دخل وأشرف مما وصل. يا الله يا الله، أنت في حضرة الله وينادى لك الله ويدعى لك الله ويسأل لك الله ويتوجه في شأنك إلى الله، وأنت بين يدي الله، ولا يرجع من حضرته خائب، ولا يرجع من مكان كرمه سبحانه نادم ولا خاسر. لا إله إلا هو، أنت بين يديه وهو يسأل لك ويخاطب لك ويدعى لك ويؤمن عليه الملائكة والمقربون من أهل الأرواح الطاهرة. اللهم لك الحمد فأتمم علينا النعمة يا منعم يا الله، ارفعنا في رتبة الإجابة والتلبية لندائك وتلبية خاتم أنبيائك يا الله. اجعل هوانا تبعا لما جاء به، فندخل في دائرة عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان،
افعل كذلك بأهلينا وأولادنا وأحبابنا وطلابنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ومن يوالينا. يا الله يا الله يا الله. واهد قلوبا كثيرة في شرق الأرض وغربه، وممن فيهم ظلمة الكفر يحولهم إلى الإيمان، وارزقهم تلبية ندائك يا رحمن يا كريم يا منان يا الله. وارحم من تقدم في أيامنا وليالينا إلى الدار الآخرة وإلى البرزخ وإلى لقائك، واجمعنا بين فداء الكرامة وأنت راض عنا، وبارك في آثار علمائنا وصلحائنا، وأكثر فينا أهل الهدى والنور والبصائر، ونور لنا البصائر وصفي لنا السرائر، وبلغنا آمالنا وفوق آمالنا يا قريب يا مجيب يا فاطر يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.